ابتدي ان انا احنا ابتدينا كده الريكوردينج، حضرتك اعملي ريكوردينج عندك برضو. تمام كده برضو حضرتك ريكوردينج، اتفضلي يا فندم المايك مع حضرتك. معانا تحبوا يعني في حد موجود ولا لسه مفيش ناس مش متجمعة؟ لا، في دكاترة موجودين منتظرين حضرتك، شوية بشوية الناس هتخش إن شاء الله. نرجو دكاترة بعد إذن حضراتكم اللي فاتح يعمل ميوت، دكتور مصطفى يعمل ميوت لو سمحت. اتفضل يا فندم. اوكي، هو في الاول كده بس نعمل بريك ايس، نعرف تعرفه غير تقليدي شويه. نستنى شويه، بتهيألي الناس لسه. مفيش مشكلة زي ما حضرتك تحب. طيب انا هعيد تاني ان شورت ان احنا قلنا اول حاجه هعملها مع الام ان انا هبتدي ان انا اعكس حاجه ايجابيه في كلامها، وبعدين ابتدي ادخل بقى في الحوار اللي هو الفعال. طيب فانا عكست حاجه ايجابيه، وانا قبل ده استمعت ليها كويس قوي قوي قوي. من خلال الاستماع ده هاخد منها انبوت، او هاخد منها الكلام اللي انا هتكلم بيه معاها، هعرف مشاعرها، هبتدي اتوقع كده ايه اللي ممكن يكون مضايقها في الموضوع كله. انا دخلت الاوضه ولقيت ناس كتير قوي جوه، وهي جايه تقولي الولد مفيش عندي لبن، الولد ما رضعش، الطفله مثلا البنت ما اكلتش حاجه. هل المقصود بده ان هي المعنى الحرفي للكلام، ولا ممكن يكون في كلام ورا الكلام؟ ممكن جدا تكون هي الكلام مش انا المقصوده بيه، ان هو اللي حواليها. فطب تعالي كده شوفي الدنيا. فهي بتقول لي طب خرجيهم، انا عايزه شويه برايفسي. فكلامها اكيد هيديني مفاتيح كتير جدا الكلام بتاعها، وعكس حاجه ايجابيه ده سحر عن تجربه على مدار تقريبا دلوقتي انا يعني practice البروسيدنج من 2008 تقريبا. انا لبني، كلمه لبني غير كافي معناها ايه؟ الديفينيشن بتاعها ان ما فيش يورين اوتبوت لمده 24 ساعه، والنورمال بتاعنا بيبقى في الفتره او المرحله اللي بيبقى كولوستروم بيبقى تقريبا من 4 لـ5 حفاضات من الدهون على مدار اليوم كله، مع مرور ال البراز اللي هو الميكونيوم. بعد كده لما بيبدأ الثدي بقى يتقل ونبدأ ندخل في مرحلة الترانزيشنال ميلك، الاوتبوت بتاعنا هيبقى من 4 لـ6 حفاضات مليانين حلوين. يعني الأم اللي ما بتعرفش تقيس بإيدها بنصحها إن هي تعمل ده على ميزان مطبخ عادي خالص. طيب فأول حاجة، أول سؤال بسأله لها، حسيتي إزاي إن هو لبنك قليل؟ إيه اللي حصل خلاكي تحسي إن لبنك قليل؟ هتبتدي بقى هي تقول، يعني هي مش هتقولي حاجة خالص من اللي أنا قلته ده، استحالة مفيش أم لحد دلوقتي تيجي تقولي ما عملش بول. هي تيجي تقولي بيعيط كتير، يا إما نايم كتير، بحطه على صدري ياخد شفطة وينام تاني، يمص مصة وينام تاني. كل دي بالنسبة لنا إحنا كاستشاريين رضاعة علامات هايلة جدا إن الدنيا ماشية زي الفل. بالنسبه للام هي لا، هي بريسيفنج ده او بتستقبله بشكل مختلف. هي طيب ليه بقى انت ليه، ايه اللي مضايقك في ده؟ فهي لا اصل هو اول ما بياخده بينام. فهي هنا عايزه تقول لي ايه، هو ما بيلحقش يشبع؟ فبرد تاني بعكس حاجه ايجابيه، انت قلقانه عليه، خايفه عليه، انت عندك اعتقاد ان الشفطه دي مش كفايه بالنسبه له. فبتبتدي هنا انا ببدا افتح معاها كلام، وببدا افتح معاها حوار. طيب موضوع السفرة، أنا بصراحة كان نفسي قوي الموضوع يبقى انترفنشنال، إن هو يبقى تفاعلي بينا وبين بعض، لأن بصراحة الموضوع ديبيتابل جدا، وشبه يعني سيناريو شبه مقرر. إحنا أخدنا اللبن، الدكتور كتب لنا لبن علشان الولد السفرة بتاعته عليه، هو بيرضع من الأم بس بياخد يا دكتورة أناس، ده شبه مقرر، ده هو يعني هو كل يوم حالا بالا على طول.
حقيقة يعني أنا بصراحة يعني ببقى طبعا، لأن أنا في ethically ما أقدرش إن أنا أدخل بين المريض والدكتور خالص، يعني أنا كاستشاري رضاعة ورضيت بهذا ما ينفعش أقول لها الدكتور كان غلطان. بس يعني ببقى قاعدة ألف كده وأتشقلب حوالين نفسي عشان يعني ما طلعش الدكتور مش فاهم يعني. بس هي الفكرة دي يعني، أنا نفسي أسمع من الناس ايه يعني، ليه بنعمل كده؟ ليه انطباعنا ان اللبن الصناعي مهم علشان السفر؟ هل ده فعلا ده ما هذا ما وجدنا اباءنا عليه. لا بس انا من جيل الاباء على فكره. ما كانش ده مثلا من 10 سنين، ده ما كانش كده. لا كان يعني انا برضو من يعتبر جيل كبير شويه، او نخلينا جيل متوسط مش هنكبر نفسه خلاص. للاسف هو كانت الايرا قبل 2012 ان بيلام دائما الرضاعه الطبيعيه كحجم وكأماونت بتنزل في اول ايام، بتلام ان هي اللي بتزود الصفرة. فكانت لما اي حد يروح يقيس الصفرة وعلى طول يعمل له يقول له صفرة عالية، لا خلاص تاخد ايه، لبن صناعي، علشان ايه الكمية قليلة، لان الواد ما بيرضعش كويس، يعدي ويجي مثلا بعد ايه، او طفل جه مثلا بعد اسبوع يقول لك ده اللبن هو اللي معلي الصفرة، وقف اللبن ودي لبن صناعي عشان الصفرة تقل. فكانت الاثنين دول بيقع بين اللي هو البريست ميلك جوندس ماشي كأماونت، وبعد كده المتهم ان هو ان احنا في بيت رضاعة ايه صناعي علشان تقلل الصفرة. كانت دي المشكلة. لكن والله الكلام ده متغير خالص، يعني الناس اللي شغاله بقى لها سنين المفروض عارفه ان من 2012 الجايد لاينز كلها متغيره، وقالت لك ان انت ما توقفش خالص لبن الام الا لو الطفل داخل الحضانه، ولما هيخش الحضانه ده مش اقل من 17. يعني بيقول لك ما توقفش، الجايد لاينز بتقول لك ما توقفش لبن الام خالص، لو توقفه لمده 48 ساعه مش هتوقفه، انت هتدي اكسبريسد برضه وهتساعد معاه بلبن صناعي لما يكون الولد جوندس ابطو 20 خلاص هتدخله عندك حضانه، انما طول هو في حضن امه وانت ما خدتش قرار ان انت تدخله حضانه بعد اذن حضرتك انت يرضع من امه. تمام. اوقف يعني حضرتك قلت 48 ساعه، انا دلوقتي بقيت لا ده احنا وقفناه نعمل اكيد في دكتورز بيمشوا في اتجاهات حقهم، ممكن بتبقى empirical ان هو بيبتدوا يدوا special formula، فبحس ان الدنيا والسلوك دخلت في بعض. طب انا دلوقتي يعني، طب بصي قرصي على بره، هو دي حساسية لبن ولا حساسية لاكتو يعني عاوز لاكتيز ولا بريست، يعني الدنيا بتبقى يعني ببقى حاسه ان في ناس بتتلكك علشان تدخل الصناعي. في نقطة بس معلش محتاج حضرتك تعملي لنا هايلايت عليها، او تعملي للزوم هايلايت عليها، ان طفل مثلا وزنه 2 كيلو وربع 2 كيلو 300 خلاص، هذا الطفل بيعامل معاملة انه هو طفل مبتسر، هو نازل فول تيرم، عمل طفل مبتسر ويديله بريماتيور فورمولا علشان الوزن يزيد. يا سيد الفاضل هذا الكلام من اين اتى لك هذا؟ يعني انت جبته منين؟ طب دكتور بهاء، هي يعني انت شايف الحل ايه او الهدف هنا؟ هل الحل يعني، ما هو دي الفكره اللي خلتني بصراحه، اللي شجعني ان انا اتكلم دايركت مع الدكاتره، وان يبقى في ماده علميه مخصوص للاطباء، فكره الحفاظ على البريست فيدنج. يعني انا من الممارسه مثلا من ضمن الاسباب lack of examination، يعني انا لما باجي بسلم تسليم تام لكلام الام وبتيجي تقولي انا في عندي low milk flow، فطب ايه اللي محسسك بكده؟ لا الولد ما بينامش، الولد مش عارف ايه. طيب احنا هل انا عملت assessment بقى؟ طيب انا عرفت انا كدكتور، هل اولا انا كدكتور من حقي اعمل assessment legal مفيش فيها اي مشاكل للبريست، ان انا هعمل examination للبريست وان انا هشوف في ملك ولا لا؟ انا ما بعرفش بقى اقيس ده لحد تاني او اوكل ده لحد تاني، انما ما جيش طب وريني كده وضغط على الصدر وتقولي الدكتور ضغط على صدري او الدكتوره ضغطت على صدري وقالت فيه لبن او مفيش. الحركه دي في حد ذاتها محتاجه تريننج، ان انا اتدرب ازاي اعمل بريست ميلك اكسبريشن. فتيجي تقولي لا انا مفيش عندي لبن، واحنا طبعا بقى بروح بقى بعد ما كل امي لا اله الا الله راحه بقى واختبرت بنفسها، وبعدين اجي اعصر الاقي فيه لبن، تبقى هي مستغربه جدا.
فدي نقطة مهمة. يبقى أول حاجة never إن أنا أكتب لبن صناعي من غير ما أكون عاملة examination أو محولة الحالة لحد يعمل لها examination. طبعا الحد ده هيبقى استشاري رضاعي. يبقى أول نقطة في الصفرة أنا محتاجة إن أنا أعمل examination، لأن أنا لو فعلا عندي low milk flow، وهنتكلم في النقطة دي كويس، لازم الطفل ياخد حاجة، لازم ياخد supplement، مش هينفع إن أنا أسيبه. وفي نفس الوقت لو في ملك يبقى حرام عليا لو انا اديت سبلمنت، يبقى حرام يعني قولا واحدا، يعني لان ثبت بالدليل القاطع ضرر الفورملا تحديدا اول يوم. يعني حتى لو انا راح ادي فورملا، يفضل ان انا ادي في الاول او الايام الاولانيه بيوم الملك، وبعد كده ابقى اكمل بالفورملا. لان هو الفورملا النقطه اللي الناس كتير مش اخده بالها منها، ان هي هيومنايزد اليوم الملك افتر ثيرد مانث، بعد الشهر الثالث. يعني انا دلوقتي خلاص البيبي بدا يبقى فيه انزيماتيك اكتيفيتي، ويبقى فيه الالكترولايت بالانس بتاع الملك والتوناسيتي بتاعته، كل ده متظبط على اللبن الام بعد الشهر الثالث، مش اللي هو سنس بيرس. في برضه في السوق حاجات مثلا زي الكولاستروم، في منتج كده اكياس فيها كولاستروم وبتدوب في مية وديها للبيبي علشان خاطر كسبلمنت على ما اللبن ينزل. ففكرة على ما اللبن ينزل دي فيها كلام، يعني دي لوحدها كورس لوحده ممكن نقعد فيه من ساعتين لأربعة، علشان يعني أفهم الناس على ما اللبن ينزل مفيش أي مشكلة خالص إن الطفل ما ياخدش حاجة نهائي. طيب يبقى أول حاجة هو الإكزامينيشن. استفرى أول يوم قولا واحدا دي هيموليتيك جوندس، ملهاش علاقة خالص خالص بالرضاعة. يعني صفرة ظهرت أول يوم، هل ده يعني حاجة تخليني أو تخوفني إن في هنا بدأ بقى يحصل ديهايدريشن أو كلام ده؟ خالص. يبقى صفرة من أول يوم دي صفرة تكسيرية، حاجة emergency، لازم هيدخل الحضانة. في الحالة اللي زي كده لازم بعمل تعليم للأم إن هي إزاي هتعصر، وإزاي هتجيب اللبن ده، وإزاي اللبن بتاعها هيبقى متوفر، وقيمة إن أنا هعصر اللبن ده إيه. طبعاً دي برضو كورس تاني، إن أنا طفل داخل الحضانة إزاي أحافظ على لبن الأم والطفل ده جوه الحضانة. طيب إمتى البريست ميلك يعمل جوندس؟ هما حالتين اتنين. لو فعلاً الطفل ده مفيش أي من الدكتور بهاء، حد رفع ايده، حد عايز يقول حاجة؟ طيب نكمل. فيبقى اول حالة ان الطفل ده مرضعش خالص وفعلا في dehydration، وده مش هيجي لي اول يوم، عادة ده هيحصل بعد اليوم التاني، لان انا extracellular fluid لو طفل تاني وتالت ورابع سليم معافى. انا مش بتكلم عن طفل preterm، مش بتكلم عن طفل عنده مشاكل، انا بتكلم عن طفل سليم معافى تماما. لكن دي هايدريشن ده ممكن يزود لي قياس الدرجة، لكن مش هيعمل صفرة. يعني ايه اللي تعمل لو الطفل ده ما اكلش خالص وهو ما عندوش صفرة؟ ايه اللي تعمل مش هتعمله صفرة خالص؟ يعني حتى لو هي فيسيولوجيكال جوندس، فإما في صفرة إما ما فيش. هو ممكن يحصل اكزاجيريشن للنورمال جوندس او الفيسيولوجيكال جوندس، او ايفن حتى لو هي هيموليتك، لو الطفل ده ما رضعش ووصل لمرحلة اللي دي هايدريشن. فيبقى أول حاجة بعملها إن أنا أعمل ري هايدريشن. وبصراحة هي من التوبكس اللي أنا عمالة أدور عليها بقالي فترة، هل الأفضل إن أنا أعمل ريهايدريشن بالمعايير بتاعتنا كدكاترة، ولا إن أنا أدي فورمولا؟ لأن هو سؤال أنا نفسي مش عارفة أجاوب عليه. التوناسيتي نفسها بتاعت الملك، هل هي كافية إن هي تعمل ريهايدريشن؟ يعني أنا لو طفل جاي لي بإسهال وعنده ديهايدريشن، فأنا بديه محاليل، ممكن أديله ORS. إنما لو طفل بريماتور جاي لي ديهايدريشن لأنه ما أكلش، فأول حاجة بعملها إن أنا بعمل الفورمولا وبديها له. فأنا ما بفكرش هنا هل الفورمولا دي ممكن تكون مناسبة ولا لا، بس anyway يعني الدنيا بتمشي. فيبقى أول حاجة هو ديهايدريشن، إن أنا أتجنب جدا أو إن أنا أعمل examination كويس للطفل اللي جاي بصفرة. أول سؤال أجاوب عليها في ديهايدريشن ولا لا، لأن ده هيبقى من العوامل المهمة جدا اللي هتحدد بعد كده هل ده داخل معايا ملك ولا لا، هل في هنا البريست اكيوزد ولا لا. النقطه الثانيه هو البريست ملك جوندس، وده بيبقى ليت اونست جوندس، وهنوقف ده لو اضطرينا ان احنا نوقف الجايد لاينز زي ما الدكتور قال. يعني لو وصلت من 17 ل 20 وبوقف مره واحده، لان هي it doesn't recur and never recur، ما بيجيش تاني. فكون ان انا اوقف اسبوع واثنين وثلاثه
ده خطأ شائع. أتمنى إن الناس اللي معانا يعني يوصلوا المعلومة دي في المحيط بتاعهم. طيب إيه الموضوع التاني اللي إحنا فكرة اللو ميلك فلو؟ ودي برضو من ضمن الحاجات أو السيناريوهات المكررة جدا 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 جدا, جداً. ابني ما بيشبعش. طيب دكتور بهاء ليك مداخلة في الحتة دي؟ في أي أسئلة يا جماعة في اللي احنا قلناه في الأول؟ طيب فكرة اللو ميلك فلو، اللو ميلك فلو هل هو أول حاجة يعني يمكن أكتر حاجة بنشوفها في عيادات الرضاعة الطبيعية؟ هي أنا ما عنديش لبن وأنا لبن قليل. طيب أحكم إزاي على اللبن إن هو لبن قليل؟ إمتى أقول إن فعلا أنا عندي مشكلة اللو ميلك فلو؟ في الأول إيه هي الحاجات اللي ممكن تديني انطباع خاطئ إن ده اللو ميلك فلو؟ أول حاجة إن البيبي مش بيعمل لاتش بس، مش آخد الثدي بشكل فعال، مش بيفرغ الثدي بشكل فعال. ده بنشوفه كتير قوي في البرايمز، يعني المشكلة دي مشكلة المشاكل في البرايمز قليل قوي لما بنشوفها في المالتي الأمهات الوالدة قبل كده الطفل الثاني أو الثالث، وإن كان أحيانا بنشوفها مع الطفل الثالث أو الرابع. وده بيبقى بالذات لو في تقارب، لأن هو بيبقى فيه زي depletion of stores، الأم بتبقى مجهدة جدا، الأم بالذات لو عاملة قيصرية للمرة الثالثة أو الرابعة. فممكن ألاقي يعني موضوع اللي ميلك فلو بس ما بيظهرش في الأول، لكن دايما فكرة اللو ميلك فلو بيكون هس كده عند أمهات كتير على الرغم من وجود لبن جيد. اللو ميلك فلو في ريد فلاجز محتاجين إن احنا نبقى فاهمينها كويس، أسأل الأم عليها. أول سؤال بسأله لما هي تيجي طبعا بعد الكوميونيكيشن سكيلز والكلام ده كله، بس من ضمن الحاجات في الهيستوري وأنا باخد هيستوري من الأم أول حاجة أسأل عليها ده برايمي ولا لأ؟ هل أنت سبق ليكي الحمل قبل كده ولا لأ؟ تاني حاجة هل الثدي كبر ولا لأ؟ لأن أحياناً بيبقى فيه فعلاً مشكلة إن الفريست ديفلوبمنت عملية اللاكتوجينيس نفسها ممكن يبقى فيها مشكلة. فلو الصدر ده ما كبرش أثناء الحمل، أنا كلاكتيشن كونسلتنت أو كطبيبة أطفال I must be cautious وإن أنا هعمل very close follow up للأم دي مع بيبي، إن أنا الويت هنا الويت جين بقى مش هيبقى مجرد ويت جين عادي، لأ ده أنا حضر كرباتي ولينير الراس بتاعي وابتدي أعلم الأم كويس قوي إن هي تعلم إزاي إن هي تعرف إذا كان في ملك ولا لأ من غير ما تعصر من غير القصص دي. أول حاجة قلنا الورن أوتبوت، ثاني حاجة البيهيفير بتاع البيبي على البريست، البيبي اللي هو عمال يرجع ده بيرجع إزاي، إيه هو العلامات اللي ممكن تقول لي إن فعلا مفيش ملك. طيب دول حاجتين أساسيين جدا، الويت جين الويرن أوتبوت والستول أوتبوت والويت جين. طيب أنا لو عندي فعلا مشكلة من مشاكل اللو ميلك فلو هعمل إيه؟ أنا مفيش ميلك فعلا لأي سبب طبي لأي سبب. من ضمن الأسباب الطبية الدايبيتس ممكن يعمل، مش هيعمل لو ميلك فلو ولكن ممكن يعمل حاجة اسمها ديلايد لاكتوجينيسيس أو delayed breakdown، إن هو هتولد وبعد يومين ثلاثة ممكن فعلا الكوليسترول ما بنلاقيش وبيبقى فيه delayed breakdown، يعني ممكن حتى ما بقيش تقولي لا صدري لا حجر ولا كبر ولا أي حاجة. ممكن لو قمنا حصل severe postpartum hemorrhage ده بيعمل شيهان سيندروم، ودي بصراحة بشوفها هي مش كتير بس مش قليل، يعني يمكن في البراكتس شفت حالتين أو ثلاثة وجولي لأنهم مصرين على الرضاعة الطبيعية، يعني هي مصرة إن هي ترضع عندها إصرار اللي هي بينجحوا بس فعلا كمية اللبن بتبقى قليلة جدا جدا. طيب أنا بتكلم على الحالات اللي هي مثلا حالة دايبيتك، حالة كانت مثلا قبل الولادة عندها بي سي أو، حالة الشيهان سيندروم يا يا لأ، يعني ما فيش مودريت وسيفير، هو يا لأ خلاص هو درجة خلاص صعبة أوي إن هي بعد كده يبقى في كولر مهما اديت حاجات بقى ان هي تزود الكلام ده. طيب ايه تاني ممكن يؤثر على الميلك فلو؟ المادر الام المريضه، يعني الام بعد ما ولدت واحد يعني مركزه ام بي او، وان كان هيبقى في الاول في شويه كولسترول.
الأمهات اللي بيجيلهم سايكوزس بعد الولادة دول برضه يمسكوا كوشس معاهم، لأن هما ممكن جدا لو اديتها البيبي يرضع أو جيت اتكلمت معاها بالمنطق ممكن تدينا نتيجة عكسية ونتيجة سيئة جدا، يعني هي بتبقى هوستايل قوي تجاه الطفل بتاعها. فدول يعني احنا نبقى حكمة، نحاول ان احنا نبقى فاهمين طبيعة الأمة، ما نبقاش داخلة على طول أدافع عن الرضاعة الطبيعية وبس. في على الشات سؤال، ايه هو الشيهان سيندروم؟ ده البيتواتري change during pregnancy، بتكبر جدا، بيبقى البلاد فلو ليها رايح عالي قوي، عالي جدا جدا، اكتر من الطبيعي تقريبا 3 أو 4 مرات. فلو حصل بوست بارتم هيموريدج، احنا اخدناها في طب في رابعه ممكن، او اخدناها في الفسيولوجي واخدناها في النساء. فلو حصل بوست بارتم هيموريدج، اول حاجه بتتاثر هي البيتوتري، البوستيريور بيتوتري بالذات البرولاكتين. فشيهان سيندروم يعني ممكن المرة الجاية أو على الجروب هعمل بوست عليها، لكن هي من الحاجات الشهيرة جدا اللي بتعمل very very low milk flow. طيب أنا بالتالي في الهيستوري زي ما اتفقنا وأنا داخلة، أنا مش داخلة علشان يعني الدفاع المستميم عن الرضاعة أحيانا بيجيب نتيجة عكسية، وفي نفس الوقت ان انا راشنج قوي ناحيه ان انا خايفه على البيبي ولا لازم اديله صناعي ولازم ياخد ميه، فكره ان انا كدكتور لازم استجيب للاهل بحته ان انا اي ماست انترفين، لا دي لازم نفرملها شويه. وفي نفس الوقت طب ادي وقت لايه اللي هي اللي بيسموها مايندفولنس، انا عايشه اللحظه، ان انا دلوقتي ايه اللي المفروض فعلا يكون، هل انا نيتي او هل انا الهدف بتاعي ان انا ارضي الاهل؟ لا والله يا ست الكل، ده انت يعني مفيش قلنتي رغباتك اوامر، لا 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 ما يهونش عليا ان انت تبقي قاعده زعلانه وقلقانه عليه كده، لا اديله ميه اديله اعشاب وعلي مزاجي، ولا لا سيبيه كده يخبط دماغه في الحيط، وهي بتبقى خاصه لو الجده بتبقى تعبانه عايزه تنام، وده من اكتر الحاجات اللي بتخلي الامهات يدوا صناعي او يفضلوا يلحوا كده ويزنوا على الدكتور لحد ما يكتب بايده الصناعي، هي مش عارفه تنام. فهي تيجي اول رد فعل يا جماعه، ما هو يعني ده اول حاجه اخذناها في الكتب، ان هو الطفل بيصحى بالليل وبينام بالنهار. ايوه بس عايزه انام، بس انا لو يعني انا بقى كماما وانا كجده انا كمرافق عايزه انام، فبيقوموا اعطيني، فيجي الدكتور لا هو مش عايز يعمل ده، فلا بالعافيه بقى هتبتدي تلف بقى وبطرق مرتويه، لا ده ما اخدش حاجه، يا دكتور حرام عليك ده الواد ما نزلش جوفه في حاجه بقاله يومين، طيب هو اخذ صدرها يا دوب قطه قطه كده وما فيش، طيب يعني طيب ما دام ما هو رضع، هو ما دام هي رضع دي كفايه، ده الرضع دي ما يا دوب، لا انا مش مصدقه ان هو اخذ حاجه. تبتدي تلف وتدور، تلف وتدور، تلف وتدور، تلف وتدور عليا، وتبتدي تلف حواليا كده زي الدبانه سوفي في التشبيه، لحد ما تجبرني ان انا اعمل انترفنشن. فبالتالي انا هدفي الاساسي، هل هو ان انا داخله علشان اعمل انترفنشن، ولا داخله علشان ان انا يعني اسيسها وهديها، ولا داخل علشان ان انا هدفي البيبي واهم حاجه ان هو يرضع ويشبع هبقى زيها، ولا هدفي الاساسي هو الصحه هو الامان، ان انا هعمل ريأشورنس. كلمه ريأشورنس دي مش حاجه سهله، وبتحتاج تدريب، محتاج مهارات تواصل، ازاي ان انا ال5 دقائق اللي انا ممكن اعمل فيهم جاست ان انا اشيكك على البيبي، ان انا هطمن ان كل حاجه تمام، ان انا اقول كلمه واحده خلاص هتسكتهم كلهم. مثلا هي بتعمل كده او شكلك ما تجيش من البيت، انت شكلك تعبانه معاها قوي، يعني شكل تبتدي تسيب بقى قصه ان هي البيبي ما بيشبعش، والله العظيم ده انا بقالي 3 ايام ده المستشفى تعبت دي صعب قوي، ده انا لا عارفه اكل ولا عارفه اشرب ولا عارفه انام، وكمان هو جاي مزود الهم عليا. فاول ما طبعا هنبدا في الاسطوانه دي انا اعرف على طول ان هو البيبي هو مش هو مش هو اهتمامها دي، ده كاذب. انما فكره ان انا طيب ابتدي اقترح بقى، طب انت شايفه ايه؟ انا عايزاه ينام، فهو هنا ما عادش تعبان عليا. فهي فجاه كده بتلاقي الابتسامه، ايه انا عايزاه ينام عشان انام. وبعدين بقى مبدا بقى، بصي انا برضعه طبيعي والله، بصي طبعا احنا كاستشاريين رضاعه بنلاقي الاكلاشيه ده، احنا بنشجع رضاعه طبيعيه جدا يا دكتور والله ده، بس انا بصي بديله رضعه بالليل كده بس عشان انام، بعد خلاص عشان انام مش عشان عشان هو ينام. طيب ايه هو نمط النوم الطبيعي بتاعي يا ست الكل؟ لا انا يعني هي بقى نمط النوم الطبيعي بالنسبه لها ان هو مثلا هينام الساعه 9 بالليل ويصحى الساعه 9 الصبح، وده مش موجود، يعني نمط النوم الطبيعي مش كده خالص.
نمط النوم الطبيعي بتاعنا كلنا ان احنا ننام بعد العشاء بعد ما الدنيا تضلم، وبنصحى مع اول شقشقه للفجر. ولو احنا ركزنا مع البيبي هنلاقيه بيعمل كده بالظبط، ان هو هتلاقيه بينام بياخد الناب بتاعته النومه الكبيره مثلا الساعه 9 الساعه 10 احيانا 7 8، وتلاقيه يصحى بقى الساعه 12 يسهل الله بقى من 12 1 2. فهي متخيل ان هو كده ما بينامش، هو ده النوم الطبيعي، النوم اللي انا المفروض كمان انام معاه. فيبقى بالتالي انا كان من ضمن الاسئله اللي انا كنت عاملها لكم علشان التعارف، عكس الوعي، ايه هو عكس الوعي؟ ايه هو ضد الوعي؟ مش المعرفه، مش التحضر. عكس الوعي لا وعي، هو سطه conscious and subconscious. فهي اللي بيحرك الأمهات هو subconscious. subconscious بيتكون من إيه؟ بيتكون على مدار السنين والأيام من التكرار. هي شايفة العيل بقاله من هذا ما وجدنا عليه آباؤنا، أن البيبي ياخد بطونة أعشاب، أن البيبي ياخد بطونة بالليل عشان ينام. الصورة الذهنية عندها العيل أن هو يرضع وينام، أن هو كائن كده لعبة أو آلة. الزرار بتاعه اللي هو الأون الأوف هنا بق، أنا هحط له حاجة هينام هشيلها منه هيصحى. ان البيبي ده طول انا عايزاه نايم طول الوقت علشان انا حياتي ما تتغيرش ما تتاثرش. فالرضاعه او البيهيفير والسلوك داخل فيها حاجات كتير كتير جدا جدا بعيد عن الطب. طب انا دوري ايه كدكتور؟ لا، ان انا يعني اثبت على موقفي انا كدكتور ان انا واقف يا جبل ما يهزك ريح. هي عايزه تنام، هي عايزه تخرج، استبصي انا بس يعني عايزه اعوضها بترونه علشان لما اجي اخرج يبقى بس معايا تكون لما ترضعي وانت خارجه بره. لا لا لا، مش هينفع ارضع قدام الناس لما تدخلي العربيه في شاطر مع ادخلي في مكان. لا لا لا. طب بصي انا عايزه البترونه عشان لما ابقى انا منزله لحماتي يبقى معاها البترونه وتعرف ترضعها. لا، مفيش حاجه اسمها كده. البترونه دي مش في قاموسنا خالص كاستشاريين رضاعه وكدكاتره اطفال، لان احنا في محاضره لو احنا حابين ان ده يبقى زي كورس تفاعلي انا تحت امركم. وانا بفضل بصراحه الطريقه دي، يعني يا ريت دكتور بهاء مشكورا يعمل جروب على الواتساب للمجموعه اللي حضرت او للمجموعه اللي عايزه تحضر او على التليجرام، ونبدا ان احنا نتقابل فيه ونعمل زي بوست، لان الموضوع فيه تكنيكس كتير. طيب في سؤال، ايه مشكله الرضعه واحده قبل النوم؟ ايه مشكلتها؟ يا ريت تكتبوا لي في الشات كده ايه تصوركم عن يعني ايه الناس اللي موافقه او الناس اللي بتحبس الموضوع ده. رضعه قبل النوم، ايه يعني لما رضعه قبل النوم بتعمل ايه؟ ايه المشكله بتاعتها؟ يا ريت تكتبوا لي على الشات. لو في حد معانا هنا نكتب على الشات ايه معتقداتكم او ايه اللي في دماغكم عن رضعه قبل النوم. بنحبها ليه؟ بتحبها الأمهات قوي رضعت قبل النوم دي، حتى لو بتعصر ممكن جدا تبقى بتعصر لبن، بس هي عندها الصورة الذهنية إن رضعت قبل النوم دي هي اللي بيشف. طيب مفيش حد كتب؟ هايل. ريم عبد الوهاب بتقول أي رضعة خارجية بتقلل الرضاعة الطبيعية، ده هايل. التعود مش هينام من غيرها، برافو فعلا. إن هو ودي التعود، كلمة التعود أنت يعني قلتيها كلمة هايلة جدا، اللي هي accommodation. ده بقى reflex، ده مش بس مش هينام من غيرها، ان كل يوم في نفس الميعاد لو انا ما اديتلوش البترونة ده بيأثر على البيهيفير بتاعه. فما اديتش البترونة دي حاجة بتبقى مجرد ان هي يعني ما اديتش حاجة للجوع، انا مش جعان فهاكل. ثواني معلش انا اسفه.
طيب في حاجات تقريبا كل اللي اتكتب على الشات نيبل كونفيوجن ماي بوز نيبل كونفيوجن ده اكيد هيعمل نيبل كونفيوجن. والنيبل كونفيوجن مش بس ان هو هيرفض الرضاعه يبقى خطورته كمان اللي هو الايرلي اللي هو الاوتوين ان هو مع نفسه كده هتلاقيه لا خلاص ما عادش عايز يرضع. التعود اتكلمنا عن التعود والاكوموديشن ده مهم قوي قوي قوي. اي رضعه خارجيه بتقلل الرضاعه الطبيعيه حقيقي بتقللها بنفس قيمه الرضاعه. وده ليه؟ لان هو التكنيك بتاع زياده اللبن او البرودكشن اوف ميلك معتمد على وقت المص، كميه اللبن بتساوي وقت المص. فانا لو جيت الطفل مص 5 دقائق على بيبلونه ونام عليهم هينام مده اطول، فبالتالي مش هيصحى يرضع وينام تاني، فبالتالي ده هيقلل الميلك على مدار الايام. عامل زي اللي بيقول انا باخد سيجاره واحده برافو. دي هي فتره الليل اكتر فتره لاخراج اللبن واللي كميته بتنزل على اساس السحب هايل نانسي. دي حاجه مهمه قوي يا نانسي، لان هو الرضع بعد منتصف الليل دي مهمه جدا، هي دي اللي بتزود البرولاكتين ضعف يعني لو انا برضع بالليل البرولاكتين بيزيد بالليل اكتر ما بيزيد بالنهار، فدي حاجه مهمه. فانا الرضاعه الليليه لما بقللها كل ما استحوذ الرضاعه كتير كل ما الانتاج هايل. من نانسي هايلة يا نانسي، نانسي مشاركتها جميلة. موضوع فلات نابلز، بسمة دكتورة بسمة، بصي الفلات نابلز محتاج تدريب جامد قوي، بيحتاج مجهود جامد جدا مع الأم. ف if you are not a lactation consultant ممكن تدربي على الحتة دي مفيش فيها مشكلة، بس you must have time. يعني لازم تبقي عارفة ان حتة الفلات نابلز دي الست ممكن تقعد معاكي بالنص ساعة لساعة مش هتخرج من عندي الا بترضع. فدي ممكن نلجأ فيها للبامبينج مبدئيا، يعني انت واحده جايه لك لقيتي النابل فلات ما بلجاش اول حاجه بامبينج. ثاني حاجه يعني قبل البامبينج المفروض ان انا بعمل بخلي الام او بعلمها البوزيشن الصح واللاتش الصح. وعاده بيحصل كتير جدا بيقول لنا ان هي فلات نابل، ما بتبقاش فلات على فكره، ممكن يبقى جاست ان هو تغير في شكل الحمل، بس هي بتاخد مجهود. رحاب contain more sugars than breast milk هاي، ودي حاجة مهمة جدا. هو مش more sugar، هو more هو فيه بيبقى فيه جلوكوز، بيبقى فيه الامتصاص بتاع السكر بيوصل للبرين أسرع بكتير من الهيومة الملك. فده بيعمل نوع ده برضو مع من ضمن الميكانيزم بتاع الاكوموديشن ان هو بتجيله سعادة فورية، فبالتالي هو ما بيبقاش عارف ان هو بالمنطق كده هو البيبي ما عندوش اللي هي البادز اللي بيقدر يعرف منها طعم اللبن، فهو مش متعود على طعم اللبن، هو بيدمن السكر لان هو بيوصل بسرعه جدا. الام بتشتكي انسداد القنوات اللبنيه، صعبه جدا في رضاعه الام مش بتتحمل. دي حلها ريم دكتوره بسمه، هي اللي بتقول الام بتشتكي الفلات نابل. بصي هي موضوع الاول انسداد القنوات اللبنيه دي برضو حاجه معقده شويه وبنحتاج ان احنا يبقى في انترفنشن. دي بتبقى سيشن كامله وما بنسوش الام لما يتاكد ان هي اتعلمت ازاي تعصر وازاي تعمل المساج وكل ده. فدي حاجه يعني ده مش سهل ان انا اقولها كده لان هي بيبقى ليها تكنيكس وبنقعد نعلم الام حاجات. بس يعني بصي مبدئيا انا هقول لك حاجه مهمه قوي، مثلا هو في حد اخذ الازازه بتاعتي. بالنسبه لانسداد القنوات اللبنيه في تكنيك انا شخصيا بحبه، هي طبعا التكنيك بتاعت الكامبس هنا عادي. بس هي انا ببقى عايزه ازازه بتبقى ازاز، انا عندي واحده بس مش عارفه راحت فين، بملاها ميه سخنه وبحط البريست كده، يعني بحيث ان هي بتسحب البريست. فدي بتعتبر من الحاجات اللي بتساعد قوي في هنتكلم عنها على الانجوجمنت وكمان انسداد القنوات اللبنيه. الهوت بوتل تكنيك من الحاجات الهايله جدا مع المساج، بس المساج بيبقى باتجاه معين وتكنيك معين وتشفيط برضه تصوير بالهاند بيبقى ليه تكنيك محتاجين ان احنا نتكلم عنه باستفاضه. النابل السيليكون مش حل للفلات نابل لا خالص، هي ممكن تكون بتبقى ساتسفايد شويه مع الام. الفلات السيليكون السيليكون نابل او النابل شيلد ليها استخدامين او ليها استخدامات بس مش منها الفلات نابل. استخدامها اول استخدام ليها ان انا بستخدمها كفارير قبل الفورما جيل والايرا بتاعت الهيدروجيل باتش،
كانت هي دي الحاجة الوحيدة اللي النابل سولس إن أنا بقوم حاطة الخانة من السيليكون علشان ما تعملش فريكشن، لأن الفريكشن أو المايكرو فريكشن اللي بيحصل ما بين النابل والهدوم هو ده اللي بيعمل فلير للسولس اللي في النابل. ده كان من ضمن استخدامها. من استخدامها التاني البريماتيورتي، الطفل البريماتيور الأور الأناتومي بتاعه لسه مش ماتيور، فالخانة من السيليكون بتبقى حلوة أوي. بنقدر إن إحنا نستخدمها. في حاجة تانية في الشيت؟ أحسن طريقة للرد، مي عبد النبي، أحسن طريقة للرد على الأم في الحالة دي أنهي حالة يا مي؟ ثواني نخلص وبعتيني. فعلا لو رضع واحدة قبل ما إيه المشكلة؟ التعود الطفل مش تمام، إحنا قلنا الكلام ده كله. كنتين مور شجر على السيليكون كده تقريبا احنا خلصنا الشات. طيب نرجع تاني لفكرة اللو ميلك فلو. انا عندي مشكلة في اللو ميلك فلو زي ما اتفقنا، هو الاسسمنت. انا بعمل اسسمنت بقى ازاي؟ ما ينفعش ابدا 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 اقول او اصدر الحكم ان الطفل الام دي عندها لو ميلك فلو من غير ما اكون عملت اسسمنت. بعمل اسسمنت في ايه؟ بعمل اسسمنت في البريست. لازم اكون انا كواحد بعمل اسسمنت ابقى عارفه كويس بعمل اسسمنت ازاي، يعني الاكزامينشن اوف ذا بريست. مش المفروض ابدا ان هو يكون بالبيشن، هيبقى لايف بالبيشن. يكون عندي المهارات، مهاره ان انا بعرف ازاي اعمل ميلكينج او بريست ميلك اكسبريشن، لان ده تكنيك محتاجين ان احنا نتعود عليه ونتقنه. من ضمن المحاولة الواحد انا ببقى بعمل اكزامينشن للبريست نفسه بس ما بلمس النابل خالص. طيب ايه كمان من ضمن الاكزامينشن، وده جزء اساسي جدا جدا جدا، هو ان انا اشوف الام بترد على البيبي ازاي. يعني انا هقعد اقول لها طب وريني كده بتردعي ازاي من غير اي، انا خلاص واقفه بتفرج مش بتكلم، مش بدي احكام ولا بعدل عليها ولا حاجة، لا طب وريني كده الدنيا ماشية معاكي ازاي. وبسيبها كده مع نفسها دقيقتين ثلاثة أربعة لحد ما هي تمسك البيبي وتحطه. حصل ماتش ايفن لو البوزيشن مش حلو تمام، وببتدي افريز قوي 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 الموضوع ده في الاخر خالص، بديها هنت اقول لها طب ايه رأيك جربي تمسكيه بالشكل كده بالشكل ده، انت هتلاقي ان ده احسن كتير. فبالتالي اول حاجة محتاجه ان انا اعمل اسسمنت. بعمل اسسمنت في البريست نفسه، بعمل اسسمنت في البيبي، ويفضل ان انا اعمل اسسمنت في البيبي اند ماذر دياد الاول. بيبي اند ماذر دياد اللي هما الاثنين مع بعض، وريني كده طب تعالي اتفضلي كده بقى وريني انت بترضعيه ازاي تمام، وببتدي اشوف هو بيرضع ازاي والبيهيفير بتاعه. في بعض الحاجات اللي ممكن فعلا بتاكد لي موضوع اللي هو ميلك فلو، يمكن هي دي مش هنلاقيها في مش هتلاقوها كتير في المناهج بتاعت الرضاعة الطبيعية، وهي أول حاجة الـ behavior بتاع البيبي، إن هو بيبقى فيه لهفة شديدة جدا جدا على البريست. من ضمن الحاجات إن هو أول حاجة بيعملها أول ما بنعمل هو ده، دي حاجة مش عارفة أنا كنت مجهزة العروسة وده إن حد أخد، لا أهم الحمد لله. ده البيبي أهو هنا ايدي في، يعني مثلا في من ضمن الريفلكسات حاجه اسمها فورتال مومنتم، يعني لو انا حاطه ايدي في ايد البيبي كده جوه في الكف بتاع البيبي، البيبي بيبدأ يعمل نفس الريفلكس بتاع الروتنج، ان هو هيبدا يجيب راسه في ناحيه ويفتح بقه استعدادا للاكل بس مش هيطلع لسانه. البوندنج ان انا بجيب البيبي بحطه سكان، مش سكان تو سكان ولكن تامي تو تامي، مش عارفه الكاميرا جايباه ولا لا، تامي تو تامي بالشكل ده. تاني حاجه لما اجي اعمل اسسمنت اشوف الام بتعمل، انا خلاص حطيت يعني عملت البوزيشن. البوزيشن اهميته ايه؟ اهميته هو البرايمنج للرضاعه، هو بيهيئ الطفل ان انا محطوط في الوضعيه دي حاره، فخلاص ده 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 دي لغه للبرين. البرين بيفهم بالمؤثر الحسي بيعقبه على طول رد فعل حركي، فبالتالي انا حطيته كده انت هتلاقي حركه البيبي ان هو بدا يدور،
فتاني حاجة هو أي حاجة قدامه هيحاول يعمل لها سحر، لكن أنا عايزة أديله النبل. فمهم قوي إن أنا الأم أعلمها حاجة، إن هي كتير قوي إن الأمهات يبتدوا يعملوا النبل كده، النبل أهي أهي كده، وتلاقيها كده. لا لازم أخلي النبل أفوت، النبل تبقى اتجاهها أفوت كده، ولازم أعلمها إن الأم إن هي تسيبه شوية. فإيه اللي بيحصل؟ في سيناريوهات كتيرة، فتيجي بلاقيها مثلا شايلة كده، بالذات لو على مخدة، وأنا ما بعرفش الدكتور أشيله إلا بالمخدة بتاعته، طب ماشي حط مخدة أربعة بس خالص، ألاقيها عاملة كده. طب فين البوندنج؟ ما هو لازم يبقى كده، بالذات الكلام ده في الأيام الأولانية. تمام؟ طيب بعد ما عملته كده، شوفي اتعصب إزاي؟ ما طبيعي لازم يتعصب. وانا دلوقتي بدات ادور، بدات حاجه لاول مره في حياتي بعملها وببتدي اتعلمها، فبالتالي اول حاجه اول ريفلكس اللي بيبقى هيبدا يدور. تاني حاجه هتلاقوه بيعمل حاجه على الكريست، هتلاقيه بادئ اي حاجه حتى لو بتونه، هيقرب ايده بيحاول يمسك الحاجه اللي هي فوق، سبحان الله، لان هو ده الجراسب ريفلكس. والجراسب ريفلكس ده من ضمن المعاني بتاعته ان هو الريفلكس اللي بيساعد على تطور الفاين موتور، و هو البريكيرسر بتاع البنسل جراب. تمام؟ فهو بيهولد، بيحاول ان هو يمسك يقرب ايديه الاثنين على البريست، وات ايفر، سواء البريست ايفن، حتى لو انا بالكب بتاع، يعني انا لو بعمل كب فيدنج وجيت قربت له كده حاجه، هتلاقيه بدا يجيب ايديه الاثنين ويحاول يمسكها. بعد شويه لو اول ما يبدا يحصل ان الملك ينزل، هتلاقيه بدا يريلاكس، بدا يعمل هتلاقيه بدأ يقفل ايده بالشكل ده. وطبعا يعني انا لسه مخلصه كورس المصطوبه، ف يعني كل ان هو يعمل كده الا ما يعمل كده الا ما يعمل كده الا ما يعمل كده، فدي كلها مراحل تطوريه. فالجراسب والجراسب ليها علاقه بالامان، احساسه بالامان. فاول ما بيحصل ان هو بدأ ينزل منك، بتلاقي يحصل ريلاكسيشن في حركه الايد. هو بعد ما كان عمال بيحاول يمسك كده، هتلاقيه بعد شويه بدا يهدى، بدا يعمل حركات عشوائيه على البريست، بدات الدنيا تهدى، بدا يفرد ايده ويطبقها. طيب لو لسه ما فيش منك، هتلاقي الحركه دي لسه مستمره، هتلاقيه ماسك ايده، هتلاقيه بيفتح ايده وبيحاول يخربش، عمال يعني بيخربش كده في الام. دي من ضمن العلامات ان انا ما فيش ملك. ما فيش ملك مش معناها ان انا ما فيش ملك في البريست، لا، انا ما فيش حاجه نازلاني. طيب انا كده بشيك بقى، ابتدي اعمل اسسمنت للبيبي، النص بتاعه اخباره ايه، ابتدي اعمل تاني اكسبريشن واشوف هل في ملك ولا لا. ممكن جدا البيبي ده يبقى فيه ماتيور، ممكن جدا الموتور باور بتاعته مش حلوه. احيانا بنحتاج ان احنا نعمل حاجه اسمها دانسر فولد، ان انا بعمل بس سبورت لللور اكشن. حركه زي دي لوحدها كفيله بان هي بتحسن جدا الملك فلو عند البيبي. فدي كلها انا معلومات باخدها من مجرد الطله الاولى او الاسسمنت، انا بشوف البيبي وهو بيرضع، فباخد معلومات كتيره جدا. اول حاجه هل البوزيشن صح، وعرفنا الايه قيمه البوزيشن، البوزيشن قيمته، البوزيشن ده ليه احنا كمستشارين رضاعه بنصر قوي على البوزيشن، البوزيشن اهميته في الايام الاولى غير الرضاعه، هو بيديني معاني تانية. البوندنج ده بيدي امان رهيب للبيبي. تخيل انت لو بتدي البيبي بالبكرونه، انا مش عامله بوندنج، انا برضعه وحط طالوا البيبرونه كده وعماله رضع، مفيش بوندنج، انا سايباه بيني وبينه مسافه، فيبقى هنا مفيش امان، احساسه بالامان مفقود. ارتباط الرضاعه عنده بحاجات تانية خالص ومعاني تانية خالص، ما عادتش بقى اللي هي البوندنج والامان. طب ايه قيمه البوندنج والامان؟ ان انا لازم اعمل لها اشباع، لانها لو لم يتم اشباعها مش هتبقى انتجريتد، ولو لم تبقى يعني لو ما حصلهاش انتجريشن هيحصل ايه؟ هتفضل احتياج لم يلبى. ممكن جدا الطفل ده عند 20 سنه 30 سنه 40 سنه عنده احتياج للامان، هو مش لم يلبى بعد. فاذا كل ريفلكس من الريفلكسات اللي الطفل ربنا سبحانه وتعالى حطها، احنا استخدمنا ليها كدكاتره كان في نيورولوجيكال اسسمنت، لا ليها طلع ليها وظائف كتيره جدا، واقدر ان انا حتى اوظفها كريفلكسز، ان انا ممكن جدا استخدم الجراسب عشان احسن احساس الطفل بالامان، استخدم الاتونيك سيمتريكال نيك ريفلكس علشان خاطر احسن الكوجنيتيف اباليتيز بتاعه الطفل. فاذا البوندنج هو اهم ما في الرضاعه، البوندنج هو اهم ما في الرضاعه، وده اللي بيخلي كتير جدا من الناس بره، سواء ام عندها لو ميلك فلو او ايفن ادوبتنج،
هي ده طبعا بره التبني. هنا في مصر الكفاله ان هم بيجيبوا البيبي ويرضعوه صناعي عن طريق الثدي، وده مع الوقت بيزود النجم، لان ده من ضمن الوسائل اللي بنعتمدها جدا في حته الريلاكتيشن او الادوبشن لاكتيشن. فاذا يبقى انا لو ميلك فلو، انا اول حاجه هعمل اسسمنت لازم اتاكد ان هو ترو ميلك فلو. طيب انا اتاكدت ان هو ترو ميلك فلو والبيبي فعلا محتاج ميلك، بتيجي هنا مشكلتي الثانيه. هو انا مش مشكلتي بقى مع الميلك الارتفيشال، انا كلاكتيشن كونسلتنت مش انا اللي بكتب اللبن الصناعي ده. لو انا هنا في مصر انا دكتور ولاكتيشن كونسلتنت مع بعض، فعادي انا ممكن اكتب، انما بره لاكتيشن كونسلتنت مش هي اللي بتكتب اللبن الصناعي. وقت ما هي شافت الكلام ده وهي حددت فعلا ان في مشكله في الميلك فلو، بتحوله الدكتور عشان يكتب اللبن الصناعي. طب انا دوري كلاكتيشن كونسلتنت خلص؟ لا. بصي انا ببتدي خلاص، احنا هنا محتاجين لبن صناعي خلاص، اول اختيار بيكون لبن ام بديله، حتى لو في مرحله عمريه مختلفه، لان احنا اتفقنا ان اللبن الصناعي هو اصلا ده لبن لمرحله بعد الشهر الثالث، فهو اوريدي لبن تقيل، هو مش اللبن اللي انا هديه في الاول. فأي لبن طبيعي، أي لبن أم طبيعية هيبقى أحسن بكتير من اللبن الصناعي. حتى لو الطفل الأم اللي هترضع دي ابنها عنده 9 شهور، سنة، سنتين، مش مشكلتي، إنما هو الأوزمولاريتي بتاعته مظبوطة، الأكتيف إنجريدينتس اللي فيه، الليفينج سيلز اللي فيه، الوايت بي سيز اللي فيه، الإميون بروبرتيز اللي فيه موجودة، ده عكس اللبن الصناعي اللي هو كائن ميت. طيب الحاجة التانية، انا هنا دوري ما انتهيش، انا خدي اللبن الصناعي ده ازاي؟ الام عايزه ترضع طبيعي وعايزه تحافظ على الرضاعه الطبيعيه حقها، فلازم اخير. هي انا عملت لها كل ده وقلت لها المخاطر بتاعه البيبرونه، وهي اختارت البيبرونه دي، خلاص خلاص دوري خلص، انا ما مش دوري خالص ان انا اجبرها على حاجه ولا اقنعها بقناعه هي مش عايزه. ممكن هي عندها حاجه مش عايزه تقولها لي. في حاجات كتير قوي امهات بياخدوا سايكوتروبيك دراجز، بياخدوا حاجات انتي سايكوتيك، بياخدوا حاجات انتي ديبريسنت، مش عايزه ترضع، خايفه على البيبي حقها. كتير قوي يعني مثلا الامهات عندهم سكر مش معرفين الوزن، هي عندها سكر وعارفه ان هي عندها مشكله. في امهات بتجيلي اول سيتنج بتبقى جايه مثلا مع الزوج وعامله بريست سيرجري مش معرفه حد خالص، تقوم بعتها لي هنت كده مع السكرتيره او رساله كده صغيره على الواتساب، يقول بليز انا عامله كذا 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 وانا جاي مع بيبي وهو مصر على الرضاعه وما فيش امل. فانا ما اقدرش، انا خلاص انا دوري ان انا ببين مخاطر ده ومزايا ده، وبسيب الام هي اللي تختار، وحقها عليا ان انا ادعمها في الناحيتين. تمام. طيب الام اللي عايزه تحافظ على الرضاعه الطبيعيه ما ينفعش ان انا احرمها من الحق ده. كتير قوي لا خلاص انت مش اخر واحده، يعني عادي بقى قضاء الله وقدره ان هو احنا هنرضع صناعي مش اخر حاجه. لا، انا حقي ان انا اتيها او اعلمها الطرق البديله، لان في كتير جدا جدا من الحالات اللي هو ممكن فيه بيبقى حاجه مؤقته جدا، ايام وامور تستقر، او ان هو اللبن ده نوت سفشنت، ان هي انا هقدر بعدها بمشي خط لاين ان لاين، ان انا بعمل بزود الميلك فلو وفي نفس الوقت بدي السبلمنت بطريقه تحافظ لي على الرضاعه الطبيعيه وعلى تعلق الطفل باللبن. طيب بعمل ايه؟ في عندي كذا طريقه. اول حاجه يمكن هي الطريقه الاكثر شيوعا هي السرنجه. تيجي تقولي انا اديت الطفل بالسرنجه، ببقى سعيده جدا طبعا، اي ماست ابريز، هايله، برافو يعني. او مثلا احنا اول يوم انا ما كنتش عارفه ارضعه، او ان انا كنت مش عارفه اقوم وعصرت والدته، هي بجد عصرتي يعني، انت بتبقي هايله، برافو يعني، انا حييكي جدا والله ان انت عندك ثقافه التعصير. اول ما بعمل كده انا رفعت معنويات الام في السماء، انا قلت لها لا ده انت ام هايله. انما تخيلي لو قلت ايه الخيابه دي، يعني انت ما انتش عارفه ترضعي، ما احنا ممكن نرضع. لا خلاص انا كده قللت، هبت السيلف استيم بتاعها في الارض، لان انا لما اجي اقول لها اه برافو عليك معنك، او هي مثلا تيجي تقول لي ايه انا حاولت ارد اهو مش عارفه، انت حاولتي من اول يوم، حاولتي من اول دقيقه، هايله، برافو والله، ده انت هايله، ده انت بطل، يعني عامله عمليه وفاتحه بطنك وبتفكري في الرضاعه وبتفكري في البيبي، ان انا بتلكك على اي حاجه صح. الحاجات دي انت مش متخيلين بتعمل مع الامهات ايه، كلمه قد كده سنتوفه، ربع جنيه، ربع جنيه جبر خاطر، بترفع الام جدا وخلاص بقت عجينه في ايدي، هتسمع كلامي انا بالنسبه لها بقى الصدر الحنون، الحد اللي بيطبطب. فهي تيجي تقول لي احنا رضعناه بالسرنجه، فانا ابقى مبسوطه جدا، طب برافو عليكي. قالي لي لا اصل احنا مثلا عرفنا ان البيبرونا غلط، هايل، لازم اول حاجه اقولها على طول، يعني لو في مجال للمشاركه يبقى حلو قوي.
هاي برافو، يعني بجد ده انت من القله النادره اللي بتعمل كده، ده انت بتحطي في محميه طبيعيه لوحدك، انك ما فكرتيش تدي في الكتونه، ده انت هايله، برافو جدا، برافو انك بتقري، انا مبسوطه قوي انك بتقري ومصادرك فعلا كويسه. في السرنجه في حاجه قبل بقى، يعني انا هقول رايي، انا مش راح، انا مش جايه يعني ماليش لازمه. احيانا على فكره لو الدنيا كلها زي الفل يفضل ان انا ما اقولش اي حاجه خالص. انا رحت لقيت البوزيشن تمام والبيبي تمام وبيرضع وبيشبع، هايله، ده انت تيجي تشتغلي معانا، انت بس بقى خلصي بقى كده وقفي على رجليكي، ده احنا نيجي نخليكي تعلمي الامهات يرضعوا ازاي. السرنجه لازم لما اجي ادي البيبي زي ما اتفقنا البوندنج، صدره وشه يبقى ملامس للبريست، يعني لان ده في حد ذاته مجرد ان هو شامم النبل، ده برضه من ضمن الحاجات اللي هي بتحفز جدا عنده البرين، السمال ده هو عارف مكانه، لان سبحان الله المونتجومري جلانز تفرز ماده ريحتها قريبه جدا من ريحه الامنيوتيك فلو. طيب تاني حاجه لما اجي ادي البيبي يبقى اهم حاجه البوندنج، البوزيشن، احافظ على البوزيشن، احط له صبعي، بعمل فينجر فيدنج الاول وبعدين احط انا في فيديو انا كنت شيرته قبل كده على الجروب بس هرجع اشيره تاني، اللي هو ان انا بحط صبعي، لازم البيبي يبقى فيه سابلينج مع الريبنج، ويفضل تبقى سرنجه صغيره ما تبقاش كبيره بالشكل ده. تاني طريقه هي الكاب فيدنج، الكاب فيدنج ان انا باجي بدي كاب كبيره شويه، ثواني كده اجيب كوب صغيره. انا بحب الكاب دي، هي يعني مع ان هي بتاعت البيبرونات بس انا بحبها لسبب ان هي الحافه بتاعتها رفيعه، يعني في ناس بتحب الحاجات الازاز، الازاز يعني بيبقى تخين شويه بس ممكن يشتغل مفيش مشكله، بس دي بتبقى حلوه لان هو البيبرونه بنستخدمها او بحبها لسبب ككونتينر ان هو البلاستيك بتاعها طاقه فري فما بيتفاعلش زي الحاجات التانية او البلاستيكس التانية، فبيبقى مصدر مضمون خاصه لو لو بترونه كويسه. لو ما فيش اعتقد الكوبايات دي الكوبايات اللي هي ديسبوزابل او كوبايات البلاستيك الديسبوزابل متوفره، بس اهم حاجه الحافه بتاعتها ما تبقاش تخينه. اللي بعمله ان انا البيبي يبقى قارب كده وابتدي اديله، بحط ال يعني بقرب بس اللبن من بقه وتبقى على اللور لب وتحت اللسان، وهو البيبي هيبدأ بالظبط يعمل كده، هو من جوه بيعمل كده. ان شاء الله المحاضرة الجاية اللي هيقرر ان هو يكمل معانا في الكورس ده هنبتدي نعرف بالتفصيل ايه قيمة الكاب فيدينج. الكاب فيدينج حركة اللسان لبره دي كده، ويطلع لسانه لبره ويرجع يدخله تاني، حركه اللسان دي اللسان ده مصل، فهي دي من هي دي بالظبط التكنيك اللي هو بيعمله علشان يعمل سحب، بيطلع لبره تحت البريست ويضغط على يعني هو لو البريست كده في بقه، انا البريست اهو ده لسان البيبي، هو بيطلع لبره وبيعمل يعني بيخبط كده في البريست، وهنا بقى الهارت باليت ثابتة، فهو بيعمل الحركة دي، فخرجة اللسان ان هو يعمل الحركة دي هي تقريبا نفس التكنيك ولكن من غير بريست جوه، فعشان كده بنحب قوي الكاب فيدنج. الكاب فيدنج من اكثر الحاجات اللي مش هتعمل لي كونفيوجن، نابل حافظ كمان على التون بتاعت اللسان. ايه كمان ميزتها؟ ان هي كلين، الكوباية دي كلين، مجرد ما هغسلها خلاص مش محتاجة اي تعقيدات، عكس السرنجة ممكن حد يستسهل ويستخدم ممكن استخدم سرنجة اكتر من مره بس احتاج ان انا انضفها، ومحتاجه ان انا اقعد اعمل يعني انا عشان اعمل كونسلنج ازاي انضف السرنجة باخد تقريبا 10 دقائق، 10 دقائق من وقت السيشن،
وحاجه رخمه، وانا مش متاكده. ولو حصل اي مشكله من السرنجه يعني ممكن جدا لا قدر الله يحصل اي انفكشن، فهنا دي هتبقى مشكله. فلازم البيرنتس اللي بعلمهم موضوع السرنجه ده بالذات لو انا هحط فيها الراي، لازم يبقوا هايلي كالتشرد، مش اي حد، وقبل ما يمشوا اتاكد ان هم بيعملوها قدامي صح. يبقى بالتالي اسهل حاجه في التعليم، وان هي عيبها الوحيد ان كتير جدا بيستصعبها. تيجي تقول له كاب فيدنج ايه يا عم، مالها البترونه يعني، ايه المشكله في البترونه؟ ما ياخد ربعتين مش هيحصل حاجه، ما كلنا ايه رضعه صناعه. طبعا الكلام ده بقى محتاج يعني محاضرات عشان نعرف ازاي نرد على الناس دي. بس هي في تيب صغيره قوي، الكلام لو جاي من اللي حوالين الام انا بنجلكت خالص وبركز مع الام. ببقى اقول لها كلمه واحده، ايه رايك في التكنيك، هتعرفي تعملي؟ او ممكن ايه، طب بصي اطلعي بالبيبي كده سكتيه بره واستفرد انا بالام، ايه رايك في الطريقه دي، انت حباها، انت حابه انك تكملي طبيعي؟ لان هو مثلا في ساعات مثلا تيجي تقول يا ستي دي فرفوره خالص، ده طبيعي ايه وبتاع ايه، ده مش ملهاش هي تقول على الكلام ده ولا ليها روح. هي الفكره هي بتتكلم على لسانها، انا كحامه او انا كجده ماليش روح، فاصدرت حكم ان البنت نفسها ملهاش روح على الكلام. فيبقى بالتالي لا، انا كلامي يبقى هو مع الام. يجي لي مكالمه تليفون بنتي مش عارفه ترد، يجي هنا اكلمها. انا اسفه يا جماعه، هو انا كنت داخله من اللاب بتاع زوجي ومش متعوده عليه، فقفل فجاه من غير اي انذار يعني. فأنا تقريبا غطيت الموضوعين اللي انا كنت جايه اقولهم النهارده. مش عارفه يعني، انا بتهيالي كفايه علينا كده النهارده، ولا ايه رايكم؟ يا ريت الصوت كده ظبط ولا لسه؟ حد يطمني، لان هو فصل على اللاب واضطريت ادخل من على الموبايل تاني. الصوت واضح للجميع يا جماعه؟ دكتور بهاء حضرتك لسه معانا؟ ريم عبد الوهاب رفع ايديها، في حد عايز يتكلم؟ السلام انا عليكم مع دكتور حضرتك ايمان. بس هو النت شويه تعبان. تمام. السلام عليكم دكتور ايناس، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. كنا بس نستأذن حضرتك لو يبقى في سكيدجول كده تقولي لنا كده عليه، بحيث نتقابل في كذا محاضرة للكورس، لأن أكيد حضرتك مش هتعرفي تغطي لنا النهاردة كل المواضيع. فزائد قناة التليجرام أو الواتساب دكتور بهاء تكرم ويعملها لنا، يبقى حاجة عظيمة جدا. وشكرا لوقت حضرتك ومجهودك وإلقائك، يعني حاجة أكتر من رائعة ما شاء الله. مرسي ليكي جدا والله. هو انا ان شاء الله البرنامج اللي هتعلن عنه دكتوره ايناس، يعني مثلا حلقه النهارده هتترفع يوتيوب، هتبقى مع حضراتكم متاحه يوتيوب للرجوع اليها في اي وقت. دكتوره ايناس اللي هتحدد قبلها هنعملها ان شاء الله باذنك انت يا رب. تمام. انا متاحه السبت، يعني السبت انا ممكن افضي نفسي، اعمل حسابي معاكم مثلا
شوية يعني السبت ما فيش فيه مشكلة خالص، لأنه بيبقى تاني يوم الحد بيبقى أجازة الولاد، فما فيش مشكلة إن السبت يتثبت لو حابين يعني. طيب أشوف تمام، احنا ما الأسئلة اللي عندناش على الشات. مشكلة ان شاء الله تحت امر. السبت الساعة 8 يبقى خلاص ثابت لحضرتك الميعاد بإذن الله. طيب، في حد جميلة سعيد خميس بتقول الناس اللي بتقول ايه مشكلة رضع او اتنين بيبرونا اقنعهم ازاي، دي communication skills. الكوميونيكيشن سكيلز يعني احنا اخدت مننا رقات زي ما بيقولوا، يعني يمكن احنا المحتوى العلمي والطبي في دبلومه اللاكتيشن كانت مش كتير، ولكن ساعات التدريب كلها كانت على الكوميونيكيشن سكيلز. لو حب يعني الكوميونيكيشن سكيلز دي ممكن تاخد 4 سيشنز عشان اقدر اقول لك ازاي تقنعيهم. بس لو انا جيت اختصرهم في ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3، اول حاجه building confidence، اول حاجه listening، لازم اسمعهم كويس قوي. الحاجه الثانيه لازم ابقى عارفه المشاعر، ويمكن دي حاجه من ضمن الحاجات اللي قريب اخذتها، فكره فصل المشاعر عن الافكار، يعني فكره الايموشن والفكره، ده العالم الداخلي بتاعي. المعنى بيتكون من حاجتين، ايموشن مشاعر، وان هي عندها فكره استعجال، هي واحده شخصيتها عمليه، انا لسه هرضع، انا لسه هستنى الولد لما امه تقعد ترضعه. فكره اللي هي رضع او اتنين بيبرونا، يعني اقنعها ازاي، هي متمسكه في البيبرونا، لا دي ليها وسائل وبنشتغل فيها، بس هي فعلا محتاجه وقت ومحتاجه مجهود كبير قوي. طيب كفايه النهارده، ونرى ان شاء الله هنثبت يوم السبت باذن الله. أي أسئلة يا جماعة؟ لأن هي الأسئلة دي أنا حابني عليها بعد كده اللقاءات التانية. وسامحوني النهاردة ما كانش فيه باوربوينت، لأن أنا كنت عاملة حسابي إن هي هتبقى محاضرة تفاعلية في المقام الأول، بس للأسف مش عارفين نعمل ده. المرة الجاية ممكن تبقى أكتر من كده، وإن شاء الله المحتوى يعني المحتوى المكتوب المرة الجاية هيبقى منظم ومعروف يعني إن شاء الله. بس هي يعني هي فكرة أقنعهم إزاي، يعني هي دي بصراحة يعني من التوبكس أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة. هي أقنعهم إزاي، فكرة الإقناع دي بالنسبة لك معناها إيه؟ هل أنا منحازة للرضاعة؟ يعني أنا منحازة بقى للرضاعة وهترضعي طبيعي، يعني هترضعي طبيعي بالذوق بالعافية هترضعي. الحاجة التانية، السؤال اللي لازم أسأل نفسي، هل هي الأم هي اللي جاية تقول لي أنا بديله رضعة ولا رضعتين على مدار اليوم؟ أصلا ما كانش كده مش هيشبع. فهنا أنا ببتدي كلمة شبع بالنسبة لك يعني ايه؟ يعني انا بعدي الكلمة، انما هي لا، طب لازم اقف بقى هنا، يعني ايه كلمة شبع؟ ايه الشبع بالنسبة لك؟ ده بيمثل ايه؟ ايه قيمته؟ فهي هتقول لي ان هو بينام، فلا مش شرط خالص. انتوا عارفين في حاجة سيناريو مشهور جدا 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 جدا، السيناريو يعني اللي هي تيجي تقول لي لا اصل البيبي بيعيط بعد الرضاعة، فيبتدوا يدوا صناعي، وهو بيكون ملك بروتين ألرجي، الطفل ياخد صناعي، بعد ما ياخد صناعي يجي لنا بعد شوية لا بيعيط مش مرتاح ويبدأ بيرجع. طيب تمام، بعد كده اللي بعد كده أول حاجة يبدأ فيها إن هو يرفض الرضاعة الطبيعي. ليه يرفض الرضاعة الطبيعي؟ لأن أنا في الرضاعة الطبيعية أنا لو عاملة لاتش، الميكانيزم بتاع الرضاعة الطبيعية إن أنا وانس إن أنا وصل لي ساتايتي، في عندي بريك او فرامل بتقول لك وقف المص، يبدا يلعب النابل. وعشان كده من ضمن علامات الشبع اللي بنعلمها للام ان مش بس البيبي يسيب النابل، لا هو ممكن ما يسيبهاش، هو عمال يلعب فيها وما بيمصش، يغير نمط المص بتاعه خالص، فهو بيعرف يلعب ببقه بحيث ان هو يلعب بيها او يمص، بس ما فيش لبن ينزل، ده مش موجود في الصناعي. فبالتالي يبقى اول حاجه ان هو اول ما بيجي يرضع يعمل ارشنج وبيبتدي يعيط، يبقى هنا في ديسكمفورت في منطقه الاستومك مع صوت اللي بيجي لي بيه ده، اعرف خلاص ان ده ريجيرش. تيجي انت تديله صناعي هياخد، مفيش الميكانيزم بقى بتاع الستوب، هو بياخد بيطلق بيمص حاجه مسكره بتنزل بينام بيحسش. بعد كده بعد شهر او اتنين بيجي لي بسيفير ريجيرش، اول حاجه بيعملها ان هو بيرفض الطبيعي، بعد كده بيجي رافض الطبيعي والصناعي. بعد محتاج ان انا شويه ريكومنديشن، وهبتدي ان انا اعمل له بوزيشننج، وان انا ماشي على نكسي فتره طويله.
لازم يعني مش بخوفها ولكن بقول لها سيبلي بفهمها ليه هو بيسكت بعد الصناعي. لازم ابقى هو مفهوم الشبع عندها يبقى واضح، ما تمشيش من عندي وفي كلمه سنتوفه كلمه هي مش فاهماها يعني ايه بيشبع. طب هو عادي بيزيد في الوزن بس هو بيعيط مثلا، تيجي تقولي اول ما بحطه على السرير يصحى. حبيبتي ما هو ده المنطقي، الواحد كان عايش في الميه وبقى عايش في الهواء، البوزيشن البوتشر بتاعه ان انا لما باجي احطه هو كده حاسس بوزنه، انما لما اجي مثلا انت حابه تنيميه سيبيه اركت كده علشان شويه الريجرج ده ما يحصلش، انما انت اول ما بتحطيه خلاص حريقه قامت هنا في صدره. او هو انا نمت وبدات ادخل في النوم شويه وبعدين انا دخلت في النوم، اول ما هدخل في النوم رجعت تاني للحياه بقى جوه الرحم الاحاسيس بتاعي جوه بقى، دخلت في النوم شويه قمت انت جايه رزعاني ومصحياني وحطاني على السرير. بالظبط انا بشبه للامهات، تخيلي انت لسه بادئه تدخلي في النوم وقام حد نقلك فجاه من على السرير وقام حطك في مركب وقال لك كملي النوم، هتعرفي تنامي؟ مستحيل. احساس الجرافيتي، احساس الطفل بوزنه ده احساس قاتل، احساس مرعب مرعب. فمثلا ان انا يعني التكنيكس بقى او المهارات اللي احنا بنحتاج ان احنا نعلمها للام فيها تفاصيل كتير كتير كتير. فعشان كده فكره ان هي بتستسهل قوي حته ان انا بديله لبن صناعي، فدايما اقول لها اللبن الصناعي بينيم مش بيشبع. اعلمها من ضمن الحاجات كمان ان انا اقنعها ازاي، ببقى محتاجه ان انا اعلم الام مهارات قضاء الوقت مع الاطفال او اللي احنا بنسميه الكواليتي تايم. ما هي قاعده مش عارفة، هي الرضاعة دي الحاجة الوحيدة اللي بتحسسها ان هي ليها لازمة في الحياة، فهي بترضع. ودايما لما نيجي نقول ايه ارضعه امتى، اقول لها كل ما يعوز. لا احنا عايزين ننظم حبيبتي، مش كل ما هو مش كل ما يعوز مش معناها خالص عمل على بطال. كل ما يعوز دي انا لازم بعلمها علامات الجوع وعلامات الشبع، لازم بديها هنت. وطبعا انا كاستشارية رضاعة دكتورة اطفال مع بعض الاثنين، طبعا انا الاثنين مع بعض كلنا في مصر كده اغلبنا يعني من بتاع البيبي النمو والتطور بتاعه ازاي العبه او ايه هي الالعاب المناسبه والاكتيفيتيز اللي ممكن اعملها معاه اللي بتبقى متسقه مع كل مرحله معاها. ازاي هلعب معاه، ابتدي اعلمها شويه يعني الديفلوبمنت ده حاجه جزء لا يتجزا لو احنا بنشتغل في الفيلد بتاع النيونات والفيلد بتاع يعني اي حد فينا مهتم بالنيونيتولوجي. بعد ما خلاص بقى احنا يعني كبرنا فيعني فكرة ان النيوناتولوجي هو احنا قاعدين في محضن يعني نبطشيات، فطبعا شغل مرهق. فهنشتغل ايه بعد ما نخلص غير ان انا اهتم بقى بالرضاعة الطبيعية ممكن حاجة مهمة قوي ان انا بس لو عملت عيادة احدد فيها الجروث اند ديفلوبمنت دي في حد ذاتها بتبقى هايلة، ان انا اقضي وقت مع الاطفال ازاي، هلعب معاهم ازاي. وبالمرة طبعا هقدر ان انا القط بدري قوي النيورولوجيكال افكتس اللي ممكن تكون موجودة. خلاص الدبلومة نفسها في جهتين بيشرحوا الدكتور عزب والدكتورة أمل طويل. والدكتورة أمل دي ممكن تاخدي دبلومة ومش شرط تدخلي الامتحان الدولي، يعني بتاخدي كل المعلومات والشرح كله والتريننج كله. حابة انك تاخدي الدبلومة او تقدمي على امتحان الدبلومة الدولية ماشي، مش حابة خلاص يعني it's up to you يعني. بس هي هايلة if you are a doctor وحابة بس ان انت تاخدي حاجة او معلومات عن الموضوع من باب العلم بالشيء. انا كده خلصت، اي سؤال؟ شكرا لكم. وطبعا شكرا لحضرتك الدكتوره انات وشكرا لتشريفك لنا، وبصراحه احنا استمتعنا حقيقي، شرف ليا ان اول ربنا يخليك. بس انا عايزه يعني انا حقيقي هطلب طلب، طبعا انا بشكرك جدا ان دي اول حد اشتغل مع زوم حقيقي، يعني انا كنت بدرب وجها لوجه كتير، فأول مرة في حياتي حدي زوم أكون جدا 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 ليا حقيقي سعادة، حقيقي سعيدة جدا يعني. احنا سعداء والله ان شاء الله بحضرتك وبسعة صدرك والرد على الاستفسارات، وان شاء الله
يبقى يوم السبت يوم مميز دايما الساعه 8 بلقانا مع حضرتك دايما ان شاء الله. ان شاء الله. وعايزه يعني يا ريت يعني مش عايزه مجامله، لو في حاجه ضايقتكم او في حاجه اقتراحات لتحسين الامور يا ريت تبعتوها لي، ويا ريت بعد اذن حضرتك مشكورا يبقى هخلي دكتور محمد هلال هخلي دكتور محمد هلال يعمل فورم للاقتراحات بالنسبه للدكاتره الزملاء والزميلات اللي حابين يسمعوها، لو في بوينت معينه ايجابيه في المحاضره يكتبوها، بوينت سلبيه برضه لي يكتبوها، وذلك للارتقاء بالمعلومه الطبيه. ان شاء الله خلي دكتور محمد هلال ينفذها ان شاء الله ويحطها على الجروب باذنك يا رب. تمام خلاص، ان شاء الله المره الجايه تكون منظمه اكتر، وتكون يبقى في انتر اكشن اكتر، ويبقى في ماده علميه صلبه معانا باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله على يوم السبت الجاي. ان شاء الله يا فندم ان شاء الله. شكرا لحضرتك وشكرا لجميع الساده الزملاء اللي شرفونا وحضروا، يا رب يكون الموضوع يعني اعتقد ان احنا جميعنا كدكاتره محتاجين نستزيد منه، علم موجود واحنا مقصرين فيه، وزي دايما بنقول اللي احنا نرضاه لاولادنا نرضاه لاولاد الناس. فان شاء الله باذنك انت رب الدنيا تتحسن على ايد الساده الاستشاريين الرضاعه الطبيعيه اللي بيشرفونا دايما، ودكتور اناس شرفتنا يعني. يعني هو السب كونشس بتاعنا اتكون ان انا اللي برضاه لابني دلوقتي ان انا اديله لبن صناعي للاسف. يعني دي قصه ثانيه. معلش لسه برضه هنحفز الناس ونغير من الافكار. لما نلاقي لما الناس يبقى عندهم معلومه ازاي تطبق ومعلومه كويسه هتفرق الدنيا ان شاء الله باذنك انت يا رب. شكرا لحضرتك وشكرا للناس الموجوده كلهم الزملاء الاعزاء. بس سؤال اخر سؤال، يا ريت بس يتواصل معايا على الخاص، او اللي هو سيفير نابل فيشر for months instead of all creams. يعني دي ممكن هنتكلم فيها باستفاضة في المحاضرة بتاعت السور نابلز إن شاء الله. شكرا دكتور. إن شاء الله. شكرا لحضرتك يا فندم. تفضلوا شباب، تفضلوا دكاترة. شكرا لحضرتك. تفضلوا.